بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في اخر جزئيه في شابتر 1 اللي هي بتتكلم عن السنسيتيفيتي اناليسيس والجيوال فاليو او الجيوال برايس والرينج اوف فيزيبيليتي او الرينج اوف اوبتيماليتي. اوكي اول حاجه هنتكلم فيها من خلال هذا المثال هيجيب لي مثلا يقول لي ماكسمايز 5x1 زائد 7x2 such that. طبعا هي ماكسمايز دي زد, ما ننساش دي اسمها زد, بيسميها زد احيانا, يعني اكتب هنا زد بتساوي, يعني احيانا اكتب كده زد equals maximize هنا زد, يعني احيانا يقول لنا maximize ويكتب هنا يسميها زد, احيانا يسميها بي زد هنا maximize, ماشي زد يسميها زد يسميها بي اي حاجه, such that x1 اقل من 6, 2 x1 زائد 3 x2 اقل من 19, x1 زائد x2 اقل من 8 وهكذا. طب ويسال اسئله عن حاجه اسمها الرينج اوف اوبتيماليتي. في عندي حاجتين في الرينج اوف اوبتيماليتي والسنسيتيفيتي اناليسيس. الرينج اوف اوبجكتيف فانكشن كوفيشنتس ده اسمه سي 1 وده اسمه سي 2, يعني ده بنسميه سي 1 ده بنسميه سي 1 وده بنسميه ايه يا جماعه سي 2, هلو بنسميهم الاوبجكتيف فانكشنز كوفيشنتس ليهم رينج اوف اوبتيماليتي. طب ازاي؟ طب تعال نفهم مساله, المساله دي احنا كنا حليناها في المحاضرات اللي فاتت. طيب عشان هي كانت في المحاضرات اللي فاتت يلا نفتكر حلناهم ازاي, فاكرين؟ طيب نفتكر مع بعض حلناهم ازاي. هنا ده قلنا هنسميه سي 1 وده هنسميه ايه؟ سي 2. نخليها فوق كده عشان ما نلخبطش الدنيا. فاكرين حلناها ازاي؟ رحنا جايين راسمين الكونسترينت دوت, خدنا مره اكس 1 ب 7 اكس 1 ب 6 ده سهل, هنيجي هنا عند ال 6 اهو ونعمله كده باللون الاسود, ماشي ابطال, بحيث ان احنا ايه نبقى عارفين ان ده اول كونسترينت عملناه باللون الاسود اهو, اللي هو اكس 1 ب 6. باجي عند ال 6 هنا واطلع بخط كده عايز اقل من يبقى المنطقه اللي تحت ده. طيب هنا ازاي برسم دوت؟ مره اخد اكس 1 ب 0 هيبقى 19 على 3, ومره اخد اكس 2 ب 0 هيبقى 19 على 2 يبقى 0 19. دوت هعمله باللون الاحمر, ده اكس 1 واكس 2 ب 8, بفكركم عملناها ازاي؟ اكس 1 واكس 2 ب 8 ها؟ مره 0 8 لما تحط ده ب 0 تبقى اكس 2 ب 8. طب لما تحط اكس 2 ب 0 يبقى اكس 1 ب 8 يبقى 0 8 8 0. الثلاثه كونسترينت دول الاسود والاخضر والاحمر اهم, برسم الاخضر اللي هو 7 19 على 3 يعني 6 وثلث, وهنا 19 على 2 19 على ال 2 يعني كام؟ 19 على 2 بص كده معايا, يعني 19 على 2 هتبقى حوالي كام؟ 9.5. يبقى هعمله باللون الاخضر هيجي لك الخط ده, الخط اللي بالاخضر اهو, طيب والخط اللي بالاحمر اهو واللي بالاسود اهو, هيجي لي المنطقه المنقطه دي, دي هي الفيزيبل ريجن. يبقى كان راجع مساله حليناها قبل كده لانها مهمه بالنسبه لي, المساله دي مهمه بالنسبه لي ان انا اشوفها دلوقتي. طيب وجيب هنجيب النقطه دي والنقطه دي خلاص, ويبقى هي دي الفيزيبل ريجن والكورنر بوينت او الاكستريم بوينت 0 0 6 و0 ما ننساش 6 و2. طبعا ازاي يجي النقطه 6 و2؟ الاسود والاحمر, هروح للاسود والاحمر دول هقول 1 يساوي 0 يساوي ما فيش اكس 2 6 يساوي 1 يساوي 1 يساوي 8 يساوي هيطلع لك 6 و2. طب النقطه دي جبناها ازاي؟ لو نفتكر دي الاخضر, الاخضر والاحمر اللي هما الاثنين دول الاخضر والاحمر, هتقول 2 يساوي 3 يساوي 19 يساوي مود 5 2 ما ننساش, 1 يساوي 1 يساوي 8 يساوي ماشي, والاخضر 2 يساوي 3 يساوي 19 يساوي هيطلع لك النقطه 5 و3. خلاص بنروح للجدول ده لو تفتكروا عملناها المره اللي فاتت, يبقى احنا بنراجع مع بعض ايه اللي احنا عملناه. طب اجيب البتاع ده كده عشان التركيز كله على الحته دي اهي, ماشي اهي التركيز كله في المنطقه دي اهي في الحته دي عشان نفهمها مع بعض. بقوم جاي حاسب مع بعض النقط الكورنر بوينتس, طبعا 0 0 مش بعملها لان 0 0 هتعمل صفر مش فمش محتاج, واخدين بالكم؟ فباخد من اول 6 و0 اللي هي النقطه دي, دي 6 و0 و6 و2 اهي و5 و3 وهنا كام؟ 0 وكام؟ 0 و19 على 3, واحسب الاوبجكتيف فانكشن عند كل واحد, يعني هنا هيبقى 5 في 6 و7 في 0 30, هنا 7 في 5 في 6 و7 في 2 يبقى 44, 5 في 5 و7 في 3 يبقى 46, وهنا هيبقى 44 بنفس ال 44. طب مين اعلى قيمه؟
اعلى قيمه قلنا حلينا بقول احنا المساله دي حلناها قبل كده في المحاضره فاتت، بس النهارده داخلين بقى بناخدها كقاعده لننطلق فيها في مفهوم الاوبتيماليتي، الرينج اوف اوبتيماليتي والسنسيتيفيتي اناليسيز للرايت هاند سايد والديوال فاليو والديوال برايس والكلام ده كله، هاخدها قاعده لكل الكلام ده. طيب يبقى الماكسيمم هنا كام؟ الماكسيمم اهو، بس بيحصل عند مين؟ عند النقطتين دول 5 و3، يعني عند اكس 1 بتساوي 5 واكس 2 بتساوي 3 والزد جت بكام؟ ب 46، بس هو ده الاوبتيمال سوليوشن. طيب النهارده بقى هنلاحظ حاجه مهمه قوي. الاوبتيمال سوليوشن حصل في النقطه 5 و3. 5 و3 دي تقاطع مين؟ الخط الاخضر مع مين؟ مع الخط الاحمر. بنسمي الكونسترينت دول بايندينج كونسترينت، يمكن قلنا الحته دي قبل كده او ما قلناش، لكن بنسميهم ايه يا جماعه؟ بايندينج كونسترينت. يبقى مين هم البايندينج كونسترينتس؟ ها مين هم البايندينج؟ الاخضر والاحمر، يبقى هم دول البايندينج كونسترينتس، هم دول هعمل عليهم علامه كده، هم دول البايندينج كونسترينتس، دول الاثنين دول الاخضر والاحمر، يعني الكونسترينت الثاني والثالث بنسميهم binding constraints. يبقى نحفظ الاسم ده. يبقى الاوبتيمال سوليوشن حصل فين؟ في النقطة دي. طب النقطة دي تقاطع أنهي خطين؟ أهم الأحمر والأخضر. جميل، الأحمر والأخضر أروح للconstraint الأحمر اللي أنا عامل عليها والأخضر، يبقى دول اسمهم binding constraints. أدي واحدة خلاص. طيب السؤال بقى اللي هيطرح نفسه دلوقتي والمهم بالنسبة لنا، هيقول لي كده، هيقول لي كده، هيقول لي اول سؤال find the range of optimality of c1. احنا اتفقنا ده c1 وفين ال c2 اللي هو ده، يبقى برضه هيسالني هات الرينج اوف اوبتيماليتي بتاع c2. طب بس في سؤال هيقول لي لو الخمسه دي اتغيرت من 5 ل 6 هل الاوبتيمال مش هيتغير؟ طب تعال نشوف ازاي بنجيب الرينج اوف اوبتيماليتي. ممكن يقول لك هات الرينج اوف اوبتيماليتي اوف c1، ازاي؟ اول خطوه يا ابطال بنجيب السلوب بتاع الاثنين البايندينج دول. طب واحد يقول لي يا دكتور فكرنا بالسلوب يعني ايه؟ اي خط في الدنيا لما اقول لك مثلا 3 اكس زائد 4 واي بتساوي 12 مثلا، ده خط. ازاي بنجيب السلوب؟ السلوب بيجي ناقص كوفيشنت اوف اكس ماينس كوفيشنت اوف اكس على كوفيشنت اوف واي. يبقى دي قاعده حلوه. يبقى السلوب هنا كام؟ يبقى هنا السلوب كام؟ السلوب نفتكر مع بعض السلوب بكام؟ هيبقى ناقص 3 ها على 4 ناقص معامل اكس على معامل الواي. طب لو عندي اكس 1 واكس 2 يبقى ناقص معامل اكس 1 على معامل اكس 2. طب يلا بينا، فهمتوا الفكره؟ يبقى اول خطوه يا ابطال بجيب السلوب بتاع دي والسلوب بتاع دي. يلا نجيب السلوب بتاع كل واحده فيهم ونحطه جنبها. السلوب بتاع كل واحدة فيهم ونحطه ايه؟ جنبها. يلا تعالوا نجيب السلوب بتاع ده، ناقص معامل اكس 1 على معامل اكس 2، يعني ناقص 2 على 3، ده السلوب بتاع دي. طب السلوب بتاع دي ها دي ناقص 1 على 1، يبقى ناقص 1، يبقى السلوب بتاع دي. يبقى عرفنا ازاي بنجيب السلوب، ناقص معامل اكس، يعني مثلا اي مسألة في الدنيا مثلا 5 اكس 1 ناقص 3 اكس 2 بتساوي اي رقم 7 8 9 اي حاجه، هيبقى ناقص 5 على ناقص 3، لازم ناقص اكس 1 ناقص معامل ده على معامل ده، يبقى 5 على 3. فهمنا؟ افتكرنا الحاجات دي واخدينها في ثانوي. طب حلو جدا، يبقى احنا دلوقتي افتكرنا هاو تو فايند ذا سلوب. طيب عشان اجيب الرينج اوف اوبتيماليتي، ماشي، الرينج اوف اوبتيماليتي للسي 1 لازم في الاول خالص اجيب السلوب بتاع مين؟ البايندينج كونسترينتس، لازم. طيب جبنا السلوب بتاع البايندينج كونسترينتس اهو، يلا اقوم جاي بقى ايه اجيب السلوب بتاع مين؟ بتاع الاوبجكتيف فانكشن. انا عايز بص بقى، انا عايز اجيب الرينج اوف اوبتيماليتي بتاع السي 1، بخلي الخمسه دي تبقى السي 1 وخلي دي 7 زي ما هي، ماشي، يعني بخليها كده. انا بجيب بتاع السي 1 هخلي الزد تاخد المنظر ده، الزد تساوي C1X1 زائد 7X2. يعني انت بتدرس الرينج اوف اوبتيماليتي بتاع السي 1، يبقى تشيل الخمسه حطها سي 1 وتسيب السبعه زي ما هي
ويلا هات الاسلوب، هيبقى ناقص سي واحد على سبعة. ادي واحدة. لازم يكون الميل بتاع الاوبجكتيف فانكشن يكون بين الخطين دول، يعني في الحتة دي بينهم، يكون الاسلوب بين الخطين دول. يعني ايه؟ اجيب الاسلوبس دول، ناقص ناقص واحد ناقص اثنين على تلاتة. طب تعالى نبص كده على الخط، ادي ناقص واحد اهو، ادي ناقص واحد، ودي ناقص كام؟ اتنين على تلاتة، يعني اي قبل الواحد، لان انا في الزيرو هنا، في ناقص اتنين على تلاتة، ناقص اتنين على تلاتة. يبقى لازم هذا الرقم ده يكون بينهم، يعني اعلى من ده واقل من ده، يعني الناقص سي واحد على سبعة ها يكون اقل من ده لان وراه، ماشي، وهو ما عنديش ناقص واحد، يكون بينهم. ناقص اتنين على تلاتة يعني ناقص 0.66، يبقى لازم ده يكون اقل يعني وراه، يبقى اقل من او يساوي ناقص اتنين على تلاتة واكبر من السالب واحد. ادي واحدة. طب حلو جدا جدا جدا، انا هعمل حركة ظريفة. اول خطوة هضرب في ناقص. طيب الضرب في ناقص احنا خدنا في المتوسط، الضرب في ناقص بيغير العلامات دول، يبقى اما هضرب في ناقص هتبقى هنا سي واحد، وهتبقى هنا اتنين على تلاتة، وهتبقى هنا واحد، والعلامات دي هتتغير، وهنا سي واحد على سبعة. الخطوة التانية هنضرب في سبعة، هيبقى هنا في سبعة، هيبقى هنا في سي واحد، هيبقى هنا في اتنين في سبعة 14 على تلاتة. طب ما تيجي نقراها عدل، السي واحد عشان نقراها عدل تبقى السي واحد اقل من السبعة، يعني هخلي السي واحد اهي، وهخلي السي واحد اهي اقل من السبعة، وفي نفس الوقت اكبر من 14 على 3. حلو، يبقى ده اسمه الرينج اوف اوبتيماليتي اوف سي واحد. طب يلا بقى نكتب الرينج اوف اوبتيماليتي اوف سي واحد. ادي السي واحد اهي جبناها دلوقتي، الرينج اوف اوبتيماليتي اوف سي واحد اللي هي مكانها الخمسة، تبقى بتتحرك من السبعة اهي، من السبعة وهنا 14 على 3. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. جه عليها سؤالين اهو، فايند ذا رينج اوف اوبتيماليتي اوف سي واحد عملناه. السؤال الثاني فايند ذا رينج اوف اوبتيماليتي اوف سي 2، يلا نجيب السي 2. يبقى احنا جبنا السي 1، السي 1 اللي هو مكانها فين؟ مع الاكس 1. بنفس الطريقه هنجيب، هنغير بقى المره دي، هنخلي دي سي 2 ونخلي دي نرجعها 5. شوف بقى ازاي تاني، عايزين بيقول لي فايند الرينج اوف اوبتيماليتي اوف سي 2، سي 2 اللي هي دي خلاص، فهعمل نفس القصه. ماشي يا ابطال، هقوم جاي عامل الكاتب الزد بالطريقه دي، بيقول لي هو بيقول لي فايند الرينج اوف اوبتيماليتي للسي 2. فين السي 2؟ السي 2 اهي. اقوم جاي كاتب ديت 5 وحاطط دي سي 2، يعني هكتبها كده. هقوم جاي مرجع بقى دي 5، اخليها 5 زي ما هي. خلاص؟ واشيل السبعة واخليها سي 2 بس. ونلعب نفس اللعبة من تاني. يلا. يبقى بيقول لي هو السؤال الاولاني فايند الرينج اوف اوبتيماليتي اوف سي 1. حلو، السي 1 اخليها سي 1 واخلي دي 7 زي ما هي، عملناها. طب هات الرينج اوف اوبتيماليتي اوف سي 2، سي 2 اهي، اقوم جاي مرجع دي 5 زي ما كانت واخلي دي سي 2 اهو. طب يبقى الاسلوب هنا بكام؟ ناقص 5 على سي 2، واحطها برده نفس مكانها بين دول، احطها بين التو سلوبس تاني خلاص. هيبقى هنا كام؟ ناقص 5 على سي 2. حلو. طيب هنا خلي بالكم بقى السي 2 تحت. جميل. هنعمل حركتين، هنقلب ونضرب في ناقص. تاني بالراحه. هنضرب في ناقص، والضرب في ناقص بيغير العلامه دي. يعني الضرب في ناقص هيحول دي لمين؟ ها؟ الضرب في ناقص هيحول العلامه دي ايه؟ ها؟ كده. وهيخلي دي ايه؟ كده. ده الضرب في ناقص. وبعد كده هنقلب، القلب هيرجع دول تاني، القلب بيغير علامات برضه، يبقى هترجع تاني دي ايه؟ ها؟ يبقى انا هعمل عمليتين مع بعض ومش هغير حاجه، يبقى هضرب في ناقص واقلب واسيب دول زي ما هم، لان هعمل عمليتين. كل عمليه بتقلب العلامه، كده تبقى كده، كده تبقى كده، خلاص. يبقى انا هضرب في سالب واغير وايه؟ واسيب العلامات زي ما هي. طب يلا بينا. هنضرب الأول في سالب، يبقى هنا السالب راحت، أدي واحدة. العملية التانية هبدل الواحد على واحد تبقى تتقلب، وهنا دي تتقلب تبقى سي 2 على 5، ها
هتبقى C 2 على 5 ودي تبقى 3 على 2 ودي تبقى 3 على 2. كده انا عملت كام عملية؟ عمليتين، كل عملية بتقلب العلامة، فالعلامة هترجع تاني خلاص. لان عملية عملت حركتين، كل حركة بتقلب العلامة، يبقى العلامة هترجع تاني خلاص. طب دلوقتي عايز اخلص من 5، هقوم جاي ضارب كل دول في 5، بضرب في موجب يبقى خلاص مش هتعمل حاجة. طب بضرب في 5 هيبقى عندك هنا 5، هيبقى عندك هنا سي 2، هيبقى عندك هنا 15 على 2 يعني 7.5، 15 هنا يبقى 7.5 او 15 على 2. حلو، يبقى انت كده جبت الرينج اوف سي 2. السي 2 بتتحرك من 5 ل 7.5. حلو، يبقى السؤال الاول جبناه والسؤال الثاني جبناه. جبنا الرينج، فايند رينج اوف اوبتيماليتي اوف سي 1 اهو، وفايند رينج اوف اوبتيماليتي اوف سي 2، خلاص خلصنا من الاثنين دول. حلو، نمسحهم بقى عشان ايه؟ يبقى عندنا مكان نحل اللي جاي. طيب كده احنا حلينا دول، جميل قوي قوي قوي. طب بيسالني سؤال جميل، وود ا تشينج اوف سي 1، السي 1 اهي بدل ما تبقى 5 تبقى 6، كوز ا تشينج ان ذا اوبتيمال فاليوز اوف ذا ديسيجن فيريبلز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي كده، يعني مثلا الشركه دي بتكسب 5 دولار او 5 ريال في المنتج ده، قررت انها تكسب 6، بدل ما يشيلوا 5 ريال يخلوها 6 ريال. هل هذا التغيير، هل هذا التغيير هيأثر في الاوبتيمال سوليوشن؟ يعني لازم اهد المسألة واحلها من تاني واقعد اجرب في كل دول؟ يعني معناها كده بيسألك سؤال، هل يعني انت دلوقتي هتتغير الاوبجكتيف فانكشن، الزد كانت بكام؟ ادي الزد، بص الزد عامله ازاي؟ الزد كانت 5x1 زائد 7x2، حلو الكلام؟ حلو. قال لك لا، شيل الخمسة دي وخليها 6. شيل الخمسة وخليها لنا 6. هل بقى يستلزم ان احل مسألة من تاني؟ دو ذس واي. يعني ولا هيحصل فيه ان الحل هيظل عند نفس النقطة دي اللي هي 5 و3، ما ده الحل اللي طلع هنا، اللي النقطة دي 5 و3. في الواقع الخمسة صارت كام؟ صارت 6. انت بتتكلم على مين؟ انت بتتكلم على السي 1 ولا على السي 2؟ بتتكلم على السي 1. جميل، يبقى تروح في الرينج اوف اوبتيماليتي للسي 1. الرينج اوف اوبتيماليتي بتاع السي 1 مسموح لها تتغير لغايه 7. طب هي بقت 6، يبقى انت within the range of optimality. يبقى ايه؟ نو no. الاجابه مش هيتغير. يعني ايه مش هيتغير؟ ما ينفعش هيتغير طبعا. انت هتقول 5 في كام؟ هتقول 5 في 6. القيمة دي هتغير، لكن النقطة دي ما اتغيرتش، حصل يعني السيتويشن، المكان اللي حصل فيه الاوبتيماليتي ما اتغيرتش، ما اتزحزحتش النقطة. يبقى بنقول نو، مش هتغير، يعني اكس 1 واكس 2 هتظل عندها الاوبتيمال سوليوشن، وهيبقى الاوبتيمال سوليوشن في الحالة دي هيبقى 6 5 في 6 زائد ايه؟ 7 في 7 في 2 في 3 بس. فهمت الفكرة؟ وهيظل عندها، لا اقول له نو. ليه؟ لأن احنا within the range of optimality، لأن السي 1 مسموح لها تتغير لغايه 7، هي بقت 6 يبقى جوه الرينج. هيجي يقول لك طب لو خليناها 8، السؤال اللي بعده، لو خليناها 8 اقول لا، النقطه هتتغير لان انت بره الرينج. بص هنا السي 1 الين 7. فالسؤال اللي بعده، طب قول وود ا تشينج ان سي 1 من 5 ل 8 كوز تشينج؟ اقول له يس. ليه؟ لان بره الرينج، ولازم احسب بقى من تاني كله واشوف راحت فين الفانكشن، احسب كله من تاني. شفت بقى تاني ازاي؟ لما يقول لي كده، لما يقول لي هل لو بقت من 5 ل 8 اقول له لا، اقول له هنا هيحصل تشينج. ليه؟ من لان ال 8، بص من 5 ل 8 بيقول لي، من 5 ل 8 بص بيقول لك would a change in C1 from 5 to 8 cause a change in the optimal values x1 and x2؟ اقول له yes هيحصل. ليه؟ because ال 8 ايه؟ not in the ايه؟ in the range of optimality of الايه؟ السي 1، ان السي 1 حدودها من فين لفين؟ الى 7. فانت خليتها لي 8 اقول له نو. دي كده سؤالين حلوين جدا جدا جدا. طب تعال نشوف بقى ايه اسئله ثانيه. هيسالني بقى على السي 2، يلا نشوف هيسالني على السي 2 يقول لي ايه. خلاص كده احنا فهمنا اسئله السي 1. هيسالني على السي 2، يلا. هيقول لي كده، كده احنا خلصنا دول بتوع السي 1، هيسالنا سؤال اهو بيقول لي would a change in C2 from 7 to 6، ماشي
السي 2 بقى بص السؤال ده would نفس الكلام would a change of C2 بقى from 7 to 6 من from 7 to 6 بيسألني بقى في السي 2 خلي بالكم سؤال جديد اهو من 7 ل 6 السي 2 من 7 ل 6 cause a change هنقول اه ولا لا ها فين السي 2 اهي هي كانت 7 هي كانت السي 2 اهي هي كانت في الاصل 7 اهي الرينج بتاعها تزيد لغايه 7.5 وتقل لغايه 5 طب هو خلاها 6 نبص هو خلاها 6 اهي السي 2 بقت 6 هل دي تتقرا صح هل ال 6 اقل من 7.5 واكبر من 5 يبقى هنا نقول ايه جوه الرينج يبقى نقول له هي جوه الرينج يبقى مش هيحصل تشينج يبقى نو تشينج يبقى اقول له نو تشينج ليه بقى لان 6 within the range طب ده اول سؤال ماشي السؤال الثاني برضو خلينا السي 2 من 7 ل 8 السي 2 اهي من 7 السؤال الثاني السي 2 من 7 خليناها 8 نقول له لا لان لو خلينا دي 8 ال 8 مش اقل من 7.5 يبقى هنا هقول له يس في تشينج هيحصل تشينج لانها بره الرينج لما تخلي بالكم لما تكون جوه التشينج هو بيقول لي وود تشينج اقول له نو في الاول في الاول لما كان جوه الرينج اقول له مش هتعمل تاني لما السي 2 تبقى 6 يبقى جوه الرينج يبقى اقول له ايه نو تشينج نو لما الاقيها طلعت بره التشينج اقول له لا هتعمل يعني يس هتعمل تشينج خلاص دي ايه حتتين مهمين جدا جدا بالنسبه للسيونس 2 في بقى حاجه ثانيه حاجه اسمها الدي والفاليو او الدي والبرايس ناخد قاعدة مهمة، إيه هو الدي والبرايس؟ بنروح للكونسترينت اللي حصل عندهم الاوبتيماليتي. بصوا معايا. بصوا معايا الحتة دي، خلاص احنا كده خلصنا الإيه؟ الأوبجيكتيف فانكشن كوفيشنت سنسيتيفيتي. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة ظريفة جدا جدا جدا. دايما الكونسترينت دي بتتكلم عن مستلزمات إنتاج، يعني أنت مثلا عندك مصنع ده كمية حديد ده كمية مثلا نحاس اللي بتخش في انتاج اللي انت بتعمله مثلا بقول لك مديد كده فممكن واحد يتخيل انه يقعد يزود مستلزمات الانتاج عنده هيكسب دخل هنا مفهوم مهم جدا مفهوم اسمه الديوال برايس او الديوال فاليو الديوال فاليو بتتحسب للايه للبايندينج كونسترينت بس اي شوفوا القاعده مهمه اي نون بايندينج كونسترينت الديوال برايس بتاعه صفر طب واحد يقول لي طب لو سالني يا دكتور ازاي نجيب الديوال برايس انا عندي هنا اتنين بايندنج مين هم اهو اللي انا عاملهم اهو ده ازاي اجيب الديوال برايس بتاع ده وازاي اجيب الديوال برايس بتاع ده سهل قوي لما اجيب الديوال برايس بتاع دوت الاخضر بقوم جاي ماسك الكونسترينت ده نفسه ماشي الاخضر ده او جاي زوده واحده يعني مثلا لو ده مثلا كميه الحديد اللي في المخزن هزوده طن يبقى بدل 19 طن اخليه مثلا 20 طن اغير واحد واخليها بقى تبقى كام؟ هتبقى 2 اكس 1 زائد 3 اكس 2 تساوي 20 طب والكونسترينت الثاني البايندنج اسيب ده زي ما هو هيبقى هنا عندك اكس 1 زائد ها اكس 2 تساوي كام؟ 8 وروح لمود 5 1 روح لمود كام؟ يلا هنروح لمود 5 1 ونحلها مع بعض ايه؟ مود 5 1 مود 5 1 هقوم جاي مديله 2 يساوي 3 يساوي 20 يساوي وبعد كده هخش 1 يساوي 1 يساوي 8 يساوي 1 يساوي 1 يساوي 8 يساوي كام؟ 4 و4 هيطلع حل 4 و4 حلو الحل طلع 4 و4 الحل طلع 4 و4 حلو الحل طلع 4 و4 طب لما تيجي تحسب الاوبجكتيف فانكشن في الوضع الجديد عند 4 و4 يلا بينا انت عندك هنا الزد بكام؟ الزد دي الزد بكام؟ هتبقى هنا 5 في 4 زائد 7 في 4 5 في 4 ب 20 و7 في 4 ب 28 اصبح الحل كام؟ الاوبجكتيف فانكشن دي بنسميها زد نيو يبقى زد 20 و48 48 ايه ده؟ في الحاله دي لو زودنا واحدة في ال 19
الفانكشن هتبقى مكسب الربح هيبقى 48. طب الربح هنا كان كام؟ الزد اولد كان 46. بنجيب بقى الدي وال برايس، الدي وال خلي بالك الدي وال برايس او الدي وال فاليو للكونسترينت ده هي زد نيو الزد الجديده المكسب الجديد ناقص الزد اولد القديمه. الزد الجديده 48 48 ناقص كام؟ ناقص 46 يبقى 2. يبقى معناها ايه؟ لو انت الكميه دي بتتكلم مثلا عن كميه الحديد اللي في المخزن، يبقى كل طن حديد بتزوده في المخزن بيكسبك في الاوبجكتيف فانكشن مثلا 2. 2 ممكن دي تبقى 2 مليون، ممكن تبقى 2000 وهكذا. خلاص ده اسمه الديوال برايس لده. طب نفس القصه، افرض انا عايز اجيب الديوال برايس للكونسترينت الثاني اللي هو ده الاحمر، هقوم جاي مزود ارجع ده 19، هرجع ده 19 ماشي، والثمانية خليها كام؟ 9، ازودها واحد وابتدي احل من تاني موت 5. شفت بقى؟ يبقى اللي بحسب له الديوال برايس ازوده واحد والثاني اسيبه زي ما هو. يعني انت عايز تحسب الديوال برايس لمين؟ لده، تزود ده واحد وتسيب ده. كلامنا كله منحصر على الاثنين اللي حصل عندهم الاوبتيماليتي اللي هو البايندينج كونسترينت. يبقى هرجع ازود الثمانية دي اخليها 9 وال19 ترجع تاني واحل برضه موت 5 كام؟ واجيب برضه الايه؟ واجيب الفانكشن بتاعتي. يلا يبقى لو قال لي اوجد الديوال برايس او الديوال فاليو للسكند كونسترينت او فور ايتش كونسترينت من البايندينج، اهو ازود بقى الثمانية اخليها 9 وال19 ترجع زي ما هي. طب لما كنت بحسب ده ها ال19 تبقى 20 وال8 تسيبها زي ما هي. طب يلا بينا موت 5 كام؟ موت 5 1. يلا بينا ونحسب الايه؟ يلا موت 5 1 موت 5 1 هنقول هنا 1 يساوي 1 يساوي 9 يساوي ديت. عملت دوت الاول مش مشكله. وبعد كده 2 يساوي 3 يساوي 19 يساوي 8 8 1. هبقى هنا الحل طلع 8 و1. هجيب الزد، يلا هجيب الزد الجديده بقى اللي هي زد نيو هتبقى كام؟ 5 في 8 زائد 7 في 1. انا 5 هي 5 و7 حلو قوي. هيبقى كام؟ هيبقى 5 في 8 هتبقى 5 في 8 ب 40 و7 يبقى 47 47. طب والحل كان 40 كام؟ الحل كان 46. يبقى الزد نيو الزد نيو ناقص الزد اولد هتساوي كام؟ ها هتساوي كام؟ الزد نيو ناقص الزد اولد في الحاله دي تساوي كام؟ في الحاله دي هتساوي 47 ماينس ال 40 كام؟ ال 48 يبقى هتساوي 1. يبقى ديوال برايس 1. يعني كل ما هتزود مثلا ده بيتكلم عن كميه النحاس، بيتكلم عن كميه الحديد، يبقى كل طن نحاس هيزودني مثلا 1 1000 1 مليون ما نعرفش 1. ده اسمه الديوال برايس بتاع مين؟ بتاع ده وده. طب بعد وقت طب الديوال برايس بتاع اول كونسترينت زيرو. ليه؟ لانه نون بايندينج كونسترينت. لان البايندينج كونسترينت مين؟ الاحمر والايه؟ والاخضر. يبقى الاسود نون بايندينج، يبقى اي نون بايندينج كونسترينت هيبقى الايه؟ هيبقى الديوال فاليو بتاعته او الديوال برايس ماشي تمام بيبقى بكام؟ بيبقى بزيرو، او احنا بنسموها الشادو برايس بتاعه. خلاص ديوال برايس او الشادو برايس كل واحد ماشي. هيبقى هنا جبناهم بقى دوت الديوال برايس 2 ده طلع الديوال برايس بتاع 1. معناه كل واحده بتزيد بتزهنك في دوت، كل واحده بتزيد بتجيب لك 2 عشان جبناها 2. هنا كل واحده بتزيد بتجيب 1 عشان جبناها بقلب 1. اوكي الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه.